لقينا ان الاطفال بنسبه كبيره قوي اكتر من زمان يمكن انهم نسيين. ليه؟ لان احنا زمان لو تفتكري كان كل العابنا مع الحياه مع الطبيعه، بنحتك بالطبيعه وبنبتكر اساليب للعب احنا بنتبسط بيها، بنخترع لعبه من لا شيء. مش كل الناس كان عندها امكانيات تشتري العاب، فكنا بنفكر احنا كنا نبسط نفسنا باي حاجه. بالظبط، احنا كنا بنلعب باي حاجه حتى بالتراب والطين لو تفتكري. فكنا بنخترع العاب، كنا بنبسط نفسنا بنحتك بالعالم، بيبقى في تجارب ما بيننا وما بين المجتمع، كان مفتوح، المقابلات ما بيننا وما بين اصحابنا كان كتير، فكان في احتكاكات، فالعقل دايما مركز والذهن حاضر ودايما يبتكر ودايما يتغلب كمان على عدم وجود، زي ما حضرتك قلتي كده، عدم وجود لعب. فاحنا كنا بنعمل العاب من ورق ومن غطيان ازايز ومن كل حاجه بنحلها، يعني زي ما بنغلبش. العقل كان شغال. دلوقتي تعالي شوفي الطفل من وهو صغير ماسك الموبايل، ففيش اي ابتكارات بيعملها، مخه مش بيدخل في تقنيه حل المشكلات اللي ممكن نواجهها في الحياه. مفيش تشالنج بالنسبه له او تحدي من هو صغير. بالظبط، مفيش تحدي ومفيش تفكير، هو مستسلم للي بيستقبله. أيوة. وبيستقبل باسلوب واحد وطريقه واحده، هو النظر بس اللي شغال، زي ما تقولي كده العقل بيهنج، هو عضله غير مدربه. فنلاقي الموضوع منتشر جدا في الاطفال النسيان، لانه العقل خلاص اتعود على انه ما بيشتغلش. صح. زي بالظبط حد يقدر يشيل شنطه تقيله وحد تاني ما يقدرش يرفعها من على الارض لان دراعه مش متمرن. فهو ده الفرق. طب نعمل ايه ده؟ احنا بنتغلب على ده في الفترة الأخيرة، بنبتكر أفكار جديدة. المسؤولين عن التعليم وانهم تطوير الأطفال بيبتكروا أفكار جديدة. طب هو النهاردة أنا يعني بس عشان الأمهات اللي بتتفرج علينا، أنا ما ابتديتش مع ابني أفكار من وهو صغير شوية، لأن كبر شوية دلوقتي وبرضه أنا بعاني معاه في المذاكرة من النسيان. في مرحلة معينة أقول خلاص ده اللي حصل، ولا موضوع التدريب ده ينفع معاهم في أي سن؟ هو التدريب في أي سن حتى وإحنا كبار. يعني عايزة أقول لحضرتك إن إحنا حتى اللي في سني كده ممكن يمرن عقله وذاكرته تبقى أقوى، لأنه العقل بيتمرن زيه زي أي عضلة زي ما اتفقنا. لسه كنت بقول لك دربيني معاك يا شباب. هنتدرب. هو في حاجات لذيذة جدا وحقيقي يعني إحنا بنستمتع بيها. على فكرة يعني الحياة مش شغل بس ومتعلقين في ساقية، لا، إدي نفسك، افصل والعب حاجة. اللعب ده في حد ذاته بيمرن العقل. يعني لو تفتكري حضرتك برضو المسنين لما كانوا زمان يطلع المعاش، كان لعبته الأساسية الشطرنج. أيوة، دول ما كانوش بيفقدوا الذاكرة، دول يعني صحتهم الذهنية مستمرة معهم حتى الشيخوخة، دماغه شغالة طول الوقت، لأنه طول الوقت بيحل في ألغاز طول الوقت. عارفة كلمات المتقاطعة بتاعت الجرنان بتاعت زمان؟ عارفة الرجل المستحيل والحاجات اللي كانت بتنزل دي اللي هي بتشغل الدماغ احنا شوية. كنا بناخد الحاجات دي على إنها حاجات عادية بنعملها أوتوماتيك، لكن هي في الحقيقة حاجات كانت مبتكره. احنا النهارده بندور عليها تاني. كنا بنحل الكلمات المتقاطعه، بتشغلي مخك طول الوقت. بيحصل فيه ترابط، بنحل الغاز. كانت قعدتنا طول الوقت واحنا قاعدين مع بعض اننا نقول الفوازير لبعض. صح. او نحكي قصص، فكان التخيل شغال، العقل شغال، ففي تمرين للعقل مستمر.